الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام التقى وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ محمد العريني رئيس مجلس إدارة شركة عصر الجوال، سعادة الأستاذ بابلو بينغ نائب الرئيس لشركة هواوي السعودية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نحن سعداء أن نلتقي سوية في هذا اليوم لنحكي قصة شراكة راسخة ومتنامية ساهمت في إشهار العلامة التجارية لشركتي هواوي وعصر الجوال. وفي ظل تواجد الفرص النامية في إنترنت القطاع العريض الثابت والمتنقل بموبايل واي فاي، سعت عصر الجوال في الفترة السابقة إلى تعزيز الوعي، وذلك من خلال تحالفاتها مع الشركات الكبرى التي تعمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. وها نحن اليوم نحقق انتشاراً وتغطية متميزة في كافة مدن المملكة من خلال إدراك عميق لكيفية تحقيق النجاح في مجال الأعمال التوزيع المتميز على صعيد المنطقة وإبرام التحالفات الاستراتيجية. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ضيوفنا الكرام، نبقى الآن مع كلمة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة عصر الجوال سعادة الأستاذ محمد العريني، فليتفضل مشكوراً. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم جميعا في هذه الأمسية. يسعدني ويشرفني باسم أسرة عصر الجوال أن أرحب هذا المساء بالحضور الكرام وأخص منهم شركائنا وعملائنا، وأنه لمن دواعي سروري أن نجتمع الاحتفال معا بمناسبة مرور 5 سنوات على الشراكة الناجحة بين مؤسسة عصر الجوال وشركة هواوي الرائدة في حل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك استئناف عملياتنا في سوق الإمارات المتحدة. وكذلك ندشن معا أحدث أجهزة هواوي للإنترنت من الفئة السادسة، والذي يتميز بتصميم فريد وسرعة عالية وخاصية اللمس، وذلك لتلبية حاجة العملاء لتوفير أجهزة اتصالات النطاق العريض المتنقلة للمستهلكين. أقدم شكري للسيد بابلو نينغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للأجهزة بالمملكة العربية السعودية لحضوره معنا في هذه الليلة. كما أقدم لكم شكري لرؤية هذا العدد من الوجوه المألوفة في قطاع الاتصالات، سواء من الحضور من شركات الاتصالات المشغلة وشركائنا الكرام من قطاع الجملة والتجزئة وشركائنا من كبار السلاسل والهايبر ماركت، بالإضافة لضيوف الشرف من الإعلاميين الكرام. أننا في عصر الجوال لنشعر بالفخر كوننا استطعنا خلال عام 2014 و2015 على التوالي أن نكون الوكيل الأول على مستوى العالم في مبيعات أجهزة هواوي، وذلك بفضل من الله ومن ثم بفضل شركائنا الكرام. أن المملكة العربية السعودية تعتبر اليوم من الأسواق الرائدة وموطناً لأكبر قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة، وكذلك واحداً من أكبر أسواقها الاستهلاكية. فمع تعدادها السكاني البالغ نحو 30 مليون نسمة،
ينحت التوسع المتساقع في مجال التكنولوجيا المحلية في المملكة منحى مختلفا لكثير من البلدان الأخرى التي أظهرت بطئا في النمو وتلبية لحاجة السوق السعودي. فقد وجدنا في شركة هواوي الشريك الموثوق الرائد تكنولوجيا الملتزم بتوفير أفضل تشكيلة من منتجات أجهزة الجوال والأنترنت والتابلت والساعات الذكية والإكسسوارات ذات المستوى العالمي لعملائنا الكرام. فهواوي هي الشركة الأولى على مستوى العالم من حيث الحصة السوقية وتنوع وجودة نوعية هذه الفئة من المنتجات. ومن خلال استثماراتها العالمية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، تمكنت هواوي من إدخال الابتكارات غير المسبوقة إلى سوق التكنولوجيا العالمية لتصبح اليوم الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة. هذا إضافة لعمل شركة هواوي الأساسية في إنشاء البنى التحتية لأهم وأبرز شركات الاتصالات المحلية والعالمية. في الختام لا يسعني إلا أن أرحب بكم مرة أخرى ضيوفنا الكرام، وأترك الكلمة الآن للسيد بابلو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالمملكة العربية السعودية، فليتفضل. شكرا مستر. السلام عليكم. Nice to see all of you here, and especially thanks to our partner AskJava and Mr. Muhammad, and also the CEO Mr. Khalid, and also welcome to all of you to be here to launch our latest devices in this market. السلام عليكم. بشكر الجميع الحضور اليوم، وشكرا للي تقدموا هنا في البداية بالترحيب بالجميع. اليوم حيكون التدشين تبع المنتج الجديد اللي هي الواي فاي الام بي بي من شركة هواوي بالتعاون مع شركة عصر الجوال. Before I start, I also want to share some latest data with all of the gentlemen here. قبل البداية بالتدشين تبع المنتج الجديد، حي بس يشاركنا بعض الإنجازات لشركة هواوي عالميا ومحليا هنا في المملكة العربية السعودية. Actually, as Mr. Muhammad mentioned, that Saudi market is really a huge market. السوق السعودي زي ما أشار السيد محمد سوق كبير موجود زي ما أنتم شايفين، وعدد السكان فيه تقريبا ما يقارب كانت 30 مليون. For Huawei, we consider this market as our strategic market, and also our partner, as Java, as our strategic partner. طبعا سوق السعودية سوق مهم جدا في الـ هي منطقة الشرق الأوسط، ومعتبرين إلها وفيه اهتمام إلها خاص، وحيكون فيها النمو إن شاء الله مع الشركاء تبعونا اللي هم شركة عصر الجوال. To now exclude China market, we are still ranking number one globally of mobile broadband devices in the open market and also operator market. لو شلنا سوق الصين في المنتجات تبعت هواوي، المملكة العربية السعودية تقريبا رقم واحد في المبيعات تبعتها، سواء في السوق المفتوح اللي هو الاي ار او في اللي هي المشغل اللي هم شركات الاتصالات. At the same time, we can also see our smartphone business also growing fast in this country, Saudi Arabia. حتى كمان مش بس اللي هي أجهزة الاتصال بالإنترنت، برضو كمان التليفونات فيها نمو سريع في المملكة العربية السعودية هنا كسوق مهم لنا. So we are confident. We are here to build a brand and also to bring the investment to this country. مهم بالنسبة لنا وجودنا هنا في المملكة، ومهتمين في سوق المملكة لتطوير المنتج هنا ونبني العلامة التجارية تبعتنا بأسس قوية، والاستثمار تبعنا موجود برضو هنا. So we hope that with all the partners' support and also our distributor, AskJava's support, we can build the brand and also cook the great business in this country. نتمنى احنا من شركائنا شركاء النجاح سواء من العملاء او من الموزعين الدعم على اساس نبني القواعد تبعتنا هنا مع بعض، وعندنا امل وثقه انه راح نسوي حاجه في المستقبل القريب مع شركائنا. My colleague and also some of the partners maybe still not familiar with Huawei company, so that is why I bring
some small slide and just to give the brief of this company. في حنعرض هنا على الشاشة بعض المعلومات عن شركة هواوي عالميا ومحليا لأنه في مش الجميع يعني عارف بالتفاصيل عنها. حناخد هنا معنا بعض الحاجات حيشرحها سيد بابلو. This is the growth what we have done in 2015. You can see we are growing. Last year we almost did 20 billion about our mobile and also the include the MBB devices, I mean from the open market and also the operator business. As you know that as a Huawei group, we have a consumer business, we have enterprise, and we also have the carrier business. This is only one part of the business, is around 20 billion. بيتكلم هنا على النمو اللي صارت فيه شركة هواوي من 2010. طبعا الأرقام الموجودة فوق الأعمدة هذه بالمليار مليار دولار يعني 4.5 مليار دولار. هذا الجروث تبعهم اللي هو النمو من سنة 2010 إلى 2015 زيادة 20% كان فيها تقريبا. هذا بس قسم واحد، هم عندهم أكثر من مجال شركة هواوي اللي هي المشغل واللي هي بيسموها المشاريع الصغيرة. هذا فقط بس اللي هو للمستخدم النهائي، يعني اللي هو بيستخدم التليفون او بيستخدم اللي هو الواي فاي. As you know that we are not only here to grow the business, we also keep doing the investment and the innovation globally. So globally we have 5 center R&D. الR&D اللي هو مراكز التطوير والبحث، فموجوده عالميا هنا في اكبر 5 مراكز في العالم لشركه هواوي. فهذه تقريبا القوه تبعتها في مراكز التطوير تبعت الاجهزه البحث والتطوير. This gives us the confidence to move as far as we can. هذا بيعطي الثقه لانه يعني من اكبر المراكز الموجوده عالميا، فبيعطي الثقه للموظفين وللمنتج نفسه وللشركاء مع المنتج نفسه في النمو والتطوير. Here we want to mention one thing that as I mentioned before, we are here to build a brand. You can see our brand values grows from 27% to 51% in Saudi Arabia. يعني هنا زي ما هو واضح اللي هو الوعي للعلامة التجارية في سنة 2014 كان 27% للمستخدمين، في 2015 وصل 51%، طبعا الجاي اللي هو في 2016 حيتحدد بنهاية السنة. We are also glad to see that in Q1 as the latest report in Saudi Arabia, we jump from 51 to 62 already. طبعاً على الحسبة تبعت الربع الأول من سنة 2016 وصلنا ل 61%، يعني تقريباً 10% زيادة في أول ربع في السنة مع العقبات والعثرات اللي بتمر فيها المنطقة كاملة. Globally, Saudi Arabia is the fastest growth of the brand values inside Huawei. أسرع نمو اللي هي المملكة العربية السعودية في العالم كله، طبعاً بعيد عن الصين لأنه هي يعني الشركة الأم موجودة فيها، فعالمياً أسرع بلد اللي هي المملكة العربية السعودية. I'm sure that cannot be done without all of your support. هذا كله بدعم الشركاء سواء من موزعين أو من عملاء لنا. Besides that, brand consideration, we jumped from 18% to 34%. globally in last year. طبعا اللي هي اللي بيتكلم عليها هذه اللي هي انت ايش بيجي في بالك اول ما تيجي تطلب حاجه، لو حتشتري مثلا اللي هو الواي فاي الجهاز تبع الواي فاي، اول حاجه بتيجي في بالك الوعي تبع الناس على المنتج تبعنا ايش حياخذ. اول حاجه تيجي في بالك اللي هي المنتج تبع هواوي من 18% في 2014 الى 34% في 2015، من سنه لسنه 89% كان النمو. We are also glad to see that even last year at the same time Saudi's brand consideration rate only 2%, but in Q1 we already jumped to 13%. يعني كانت القفزة من 2% إلى 13% في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من سنة 2016. فهذا يعني بدل على قوة المنتج أو معرفة الناس فيه إنه وصل للمرحلة اللي كانت مطلوبة. So that means the people here are really start to love this brand. That is also our dream. يعني هذا كان الحلم تبع انه الناس تبدا تحب المنتج، انه طلعت من شركه مثلا صينيه الى شركه عالميه، وهذا طبعا غير الوعي تبع الناس. So really thanks for all the partners to be here.
and ESA appreciate your continuous support. شكرا شكرا جميعا ويعطيكم الف عافيه. Thank you, Mr. Pablo. جهاز هواوي E5787 يتطلع الكثير لمعرفة خفاياه وأسراره وما هي مواصفاته الفنية والتي سيسلط الضوء عليها سعادة الأستاذ مهند تتان مدير التدريب لشركة هواوي السعودية. فليتفضل. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله هعرفكم على نبذة صغيرة جدا من الجهاز الجديد، آخر راوتر نزلته هواوي. كمان هأحكي شوي على الجهاز التابلت الجديد الـ M2 10 إنش، وهأحكي كمان شوي على آخر إصدار من ساعات هواوي. طبعا بس استجابة شوي بطيئة للجهاز. طبعا بالبداية حاب أعرفكم على أول راوتر بيحتوي على شاشة لمس بالسوق، بالإضافة لأول راوتر بيدعم خاصية الـ LTE Cat 6 اللي هو الـ E5787. طبعا الجهاز هيحتوي على عدة مزايا هستعرضها هلا حاليا هون. طبعا الراوتر صار شيء أساسي للمستخدم، خصوصا للأشخاص اللي كتير بيسافروا، وللناس محبين تصفح الانترنت، وللأشخاص اللي بيلعبوا على الانترنت الراوتر شيء أساسي لهم. لذلك هواوي كانت كتير حريصة انه هي تقدم آخر تقنيات خصوصا للسرعة، لأنه هدول الأشخاص بيحتاجوا لراوتر سريع يلبي احتياجاتهم. هأتطرق اليوم على التكنولوجيا الخاصة بهذا الراوتر، بالإضافة للديزاين تبعه التصميم، وآخر شيء للسرعة اللي حقدر أحصل عليها بهذا الراوتر. طبعا هواوي كانت كتير حريصة أنه هي تصنع راوتر عصري وبناسب جميع الأذواق، لذلك كانت هواوي استوحت من تصميمه من أكثر من جهة. حنتعرف على هذا التصميم بعدة شغلات. طبعا أول شغلة بتميز هذا الراوتر النحافة تبعه، الجهاز بيحتوي على نحافة 7.5، هذا بيعتبر شيء مميز بالمقارنة مع الراوترات الثانية بالأجهزة الثانية. الجهاز بيحتوي على مقبض من الجلد بيعطيه الطابع الجمالي، وهذا ميزة خاصة بهذا الجهاز خصوصا بالتصميم، للأشخاص اللي بيحبوا الراوتر الفاشن يعني فينهم يشيلوه معاهم وين ما كان. تم صقل هذا الجهاز بحرفية جدا عالية، لذلك راح نلاحظ انه الجهاز بيحتوي على انحناءات. هواوي حافظت كمان على الألمنيوم بالحواف مشان تحمي الجهاز، بالإضافة انه هذا الراوتر حيكون الخيار الأمثل للأشخاص خصوصا لفئة الشباب، لانه ديزاينه كتير فاشن اكتر. طبعا اذا بدنا نحكي كمان على استخدام الجهاز، حتكون قادر انك تستخدم الجهاز بكل سرعة، لانه حكيت انه الجهاز بيحتوي على شاشة عرض بتسهل لك استخدامك لهذا الجهاز. حتكون قادر انك انت تنزل العاب او حتى فيديو باقل من دقيقتين، لانه هذا الجهاز مثل ما حكيت بيدعم الـ LTE Cat 6 اللي بيعطينا سرعة 300 ميجا بت بير سكند. طبعا الجهاز حيحتوي كمان على عدة خصائص. الجهاز اخر اصدار من الشرائح اللي هي هاي سيليكون مع تقنيه النانو 28، هاي بتعطينا حزمه اكثر لحتى ننقل فيها البيانات. طبعا الجهاز بيدعم الدول باند 2.4 و5 جيجا هرتز التردد، هذا التردد حيعطيني تبادل البيانات بحزم اكبر مثل ما شايفين هون. الجهاز حيتوفر بشاشه، هاي الشاشه 2.4 حجمها، بطارية 3000 حتعطينا مدة استخدام 10 ساعات، ووضع الستاند باي لحد الخمس أيام أكثر من 600 ساعة. طبعا بالشاشة حتكون قادر أنك أنت تشوف كل الخصائص، من إذا حابب تغير اسم الجهاز، إذا حابب تغير الباسورد، إذا حابب تعمل الراوتر تبعك للعام أو تحدده بباسورد، فينك تغير اللغة، تشيك على حجم استخدامك للانترنت وميزات اكثر. يعني حتكون قادر انك انت تشوف كل استخدامك وكل ميزاتك. الجهاز حيتوفر بثلاث الوان، الابيض والفضي، الذهبي والاسود، والذهبي والبني. باختصار هذا الراوتر حيكون للاشخاص محبي تصفح الانترنت، لانك حتحصل على سرعه اكثر من 300 ميجا بت بير سكند جيل LTE Cat 6. لمحبين الديزاين والتصميم والأناقة حيكون كمان هذا الراوتر محبب لإلهم،
وآخر الشيء حتستمتع بعشر ساعات استخدام وعشر مستخدمين. هاي ميزة كمان بهذا الراوتر. تاني شغلة حنحكي عليها اللي هي MBB، عفواً التابلت. حعرفكم على التابلت الجديد اللي أوريدي موجود بالسوق اللي هو M2 10 inch. أهم ما يميز هذا التابلت إنه هواوي تعاونت مع شركة صوتيات جداً عريقة اللي هي اسمها هارمان كاردن. راح نلاحظ إنه هذا التابلت بيحتوي على أربع مداخل فتحات للسماعة بنظام صوت سراوند، يعني حتكون قادر إنك أنت تستمتع بأي شيء عم تشوفه على هذا التابلت بسراوند، بصوت سراوند من شركة صوتيات عريقة اللي هي هارمان كاردن. الجهاز حيتوفر بشاشة 10 إنش 10.1 فول اتش دي، راح تحمي لك عيونك من الضوء الأزرق الانبعاثات اللي حتأذي العين، بالإضافة إنه تحت الشمس حتكون قادر إنك أنت تشوف بدقة أكبر. الجهاز التابلت الجديد حيتوفر كمان بمستشعر بصمة. طبعاً كعادة هواوي مستشعر البصمة جداً سريع واستجابته سريعة جداً بأكثر من 360 درجة حتقدر تستخدمه. بالإضافة في أكثر من ميزة حتقدر تستخدم فيها البصمة، ومن أهمها أن فينك تقلب بالصور باستخدام هذا المستشعر البصمة. الجهاز بالنسخة الهاي إديشن تبعه حيتوفر معه قلم. هذا البن حيكون فيه له أكثر من خاصية، من أهمها أنك فينك تعمل سكرين شوت أو تمسح. الجهاز حيتوفر ببرامج خاصة للمحبي الرسم، حتقدر تستخدم هذا القلم لحتى ترسم وتشوف الشغلات الإضافية. طبعاً التابلت بتميز ببطارية جداً عالية اللي هي 6660 ملي أمبير. هأحكي لكم شوي على آخر أصدار من ساعات هواوي اللي هي الليدي ووتش. طبعاً كعادة هواوي كتير تميز، نزلوا بال 2015 W1، كانت كتير ساعة أخذت أفضل تصميم ساعات سمارت ب 2015. ب 2016 تعاونت هواوي مع شركة سوارفسكي تبعيت الكريستال لحتى يزينوا هاي الساعة، وخصوصا هي بهدف للنساء حصرا لأنه ساعة نسائية بالتعاون مع سوارفسكي. طبعا كعادة هواوي في عنا أكثر من واجهة استخدام حتقدر اللي تلبس هاي الساعة تستخدمها. طبعا ساعة هواوي بتتميز في أنك فينك تحكي فيها مكالمات لأنه بتحتوي على سبيكر ومايك، 300 ملي أمبير بطارية فينك تستخدمها لأكثر من يوم ونص، فينك تستخدمها للاتصال لأنها بتحوي على سبيكر ومايك. وفي أكثر من ميزة فينك تستخدم فيها هي الساعة، أنك فينك ترد على المسجات اللي بتجيك، فينك تشيك الإيميل الكالندر وأكثر من شغلة بهي الساعة. طبعاً هاي الأسعار الرسمية لهي الساعة اللي حتوفر بالأسواق. أنا خلص وقتي، شكراً كثير لكم ويعطيكم ألف عافية. شركاء النجاح لهم كل ود وتقدير، فقد شكلوا شراكة استراتيجية ساهمت في نمو مبيعات عام 2015، ونعبر عن امتناننا لهم جميعا. ويسرنا دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة شركة عصر الجوال الأستاذ محمد العريني، وسعادة الأستاذ بابلو بينغ، وسعادة الأستاذ رورين لتقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة. Mr. Pablo and Mr. Roaring, if you can kindly join us on the stage to present the awards. الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا. هايبر ماركت. شركة كنوز البركة للاتصالات.
جداف للاتصالات. جادة بلازا علي عبد الله الغامدي. شكرا استاذ محمد. Thank you Mr. Pablo and Mr. Lauren. والان نترككم مع نظره سريعه لتجربه اجهزه هواوي الموجوده بالمنصه الخلفيه للقاعه، وبعدها نجتمع سويا على مأدبه العشاء. وفي الختام نود تذكيركم باستلام صوركم التذكاريه من منطقه التصوير الفوتوغرافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم إطلاق اليوم جهاز هواوي A5787 من خلال عصر الجوال هواوي، والذي يمتاز بالتتش سكرين أو اللمس، بحيث أنك تستطيع أنك تتحكم بجميع خواص الجهاز من خلال اللمس. معكم عبد العزيز. ومميزات الجهاز أنه 300 ميجا بايت في الثانية، مما وصلوا إليه سابقا 150 ميجا بايت في الثانية، ويتميز الجهاز بتصميمه العصري الجذاب ويتناسب مع جميع الأذواق. خالد، إضافة للسرعة طبعا اللي هي ميزة مهمة في الجهاز، تقنيا الجهاز وصل إلى أقصى سرعة ممكن الشركات الأخرى أو حتى أجهزة هواوي السابقة توصل لها، حيث كانت السرعة السابقة 150 ميجا بايت بالثانية والآن 300 ميجا بايت بالثانية. الجهاز طبعا سيكون متاح في 4 ألوان تناسب جميع الأذواق، وسيكون متاح في الأسواق في المملكة العربية السعودية إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم. ممكن طلب الجهاز من الهايبر ماركتس أو سلاسل كبار المحلات مثل إكسترا، مثل لولو، مثل كارفور، وبالإضافة للأسواق المحلية الأخرى. الجهاز سيأتي بضمان سنتين من عصر الجوال، وإن شاء الله ترقبونا في إطلاق أجهزة أخرى قريبا بإذن الله. شكرا. السلام عليكم. نشكركم لحضوركم، نشكر الأخوان اليوم اللي حضرهم، نشكر الشركات اللي حضرت كامل. نوعدكم إن شاء الله نكون السنة القادمة أفضل من هذا السنة، ونبدأ بحفل أكبر من هذا الحفل، بيكون إن شاء الله في منتجات مش بس هواوي، زين، بتكون منتجات ثانيه تملكها عصر الجوال، منتجات اخرى تملكها عصر الجوال اكثر. نوعدكم ان شاء الله بفضل الله بانتشار اوسع من هذا الانتشار اللي موجود به، اللهم لك الحمد، موجودين بكل مناطق المملكه، وصلنا 105 ما شاء الله، زين، مندوب. عصر الجوال اليوم صار تقريبا 180 شخص 190 شخص، واحنا ماشيين باتجاه الافضل، باتجاه الاكبر، حنوسع اكثر بفضل الله، نحاول ان نوصل لكل اقسام المبيعات وكل أقسام الشركات، زين، ونحاول نوصل لقطاع العمال والقطاع الخاص وكل المملكة تقريبا. هذا الشيء ما تم إلا بفريق عصر الجوال، كل عصر الجوال من صغيرهم إلى كبيرهم، زين، هم اللي قاموا بهذا العمل، وهذا التنظيم زين قمنا به كلنا. وميزتنا صراحة إنه إحنا فريق واحد، كل عصر الجوال هو عبارة عن فريق واحد، يعني one for all، all for one، زين، هذا اللي نقدر نسمي به عصر الجوال. أشكر قناة القصيم، أشكر قناة القصيم اللي واكبتنا بكل الحفل، إن شاء الله من كل سنة تكون هي اللي راد اللي إحنا نتفرج عليها وتخصنا بشكل عام على القصيم وعلى خارج القصيم إن شاء الله.